اكتئاب بسبب مضادات الذهان، والنوع ده انا ما لقيتش عليه ابحاث خالص ومحدش متكلم عليه، ولكن انا حابب ان انا اتكلم عليه. تمام، ده اسمه انتي سايكوتيك انديوسد ديبريشن. ويا اخوانا لو احنا فاكرين قلنا قبل كده ان مضادات الاكتئاب للاسف ممكن تحفز نوبات الهوس، طب ما العكس صحيح، مضادات الذهان للاسف ممكن تحفز نوبات الاكتئاب. فعشان كده استخدام نوعين او اكتر من مضادات الذهان بدون مثبت مزاج للاسف ده ممكن يدخل في اكتئاب، وده حصل معي انا شخصيا. انا وصلت لمرحله ان انا كنت هرمي نفسي من الدور الخامس بسبب ان انا كنت باخد 3 انواع مضادات ذهان بدون مثبت مزاج وبدون مضاد اكتئاب. فمهم جدا ان احنا ننوه الموضوع ده، ولازم الشخص اللي عنده الاكتئاب بسبب مضادات الذهان يراجع الطبيب عشان يغير الخطه الدوائيه. عمل تحت لكات فيديوهات تفصيليه عن مضادات الذهان، مضادات الاكتئاب، مثبتات المزاج باللغه العربيه باللغه الانجليزيه، دعم قناتنا باللغه الانجليزيه. ضمن سلمى.